منى مسبيرو لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع الزميل عاطف كامل. عاطف كامل النهاردة الحقيقة هيتكلم عن حصاد 2022، سيتوقف أمام ملفات متعددة، هيتكلم عن الجانب الفني والثقافي والسياسي والاجتماعي. دي هتكون فقرتنا الثانية النهاردة مع عاطف كامل. أما أنا في أصحابكم في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد، والخبر الحقيقة اللي مسيطر على السوشيال ميديا: الرئيس السيسي يفتتح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة الطاقة الثلاثية بالجيزة. تعالوا نطلع نشوف كلمة السيد الرئيس اليوم وارجعوا لنا مرة تانية مصر بيحصل فيها ايه النهاردة. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، لنتوقف أمام كلمة السيد الرئيس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ جميل. النهاردة الحقيقة افتتح السيد الرئيس مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة الطاقة الثلاثية بالجيزة، والحقيقة تكلم عن عدد من الافتتاحات المتنوعة للمصانع، تكلم أيضا عن فكرة الاستيراد والتصدير. نتوقف أمام كلمة السيد الرئيس. هو طبعا في البداية الرئيس النهاردة اتكلم كلامه كان فيه العديد من الرسائل المهمة جدا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمها مثلا الاعتماد بشكل كبير على المنتج المحلي. طبعا ان الدولة بتسعى الى ان يبقى عندها اكتفاء ذاتي من المواد الاستراتيجية المهمة اللي تقدر نعتمد عليها، واللي هي تقدر في وقت الأزمات العالمية نغطي بيها سلاسل الامداد او الفجوه الاستيراديه، الازمات اللي في حالات الاستيراد زي ما احنا شايفين دلوقتي في الوقت الحالي. فيبقى عندنا المنتج المحلي يوصلنا لنسبه الاكتفاء الذاتي، ومش في المواد الاستراتيجيه المهمه فقط اللي هي المواد اللي داخله في الصناعات زي الاكسجين واللي تم افتتاحه النهارده، لا بالعكس في كل مناحي الحياه. يعني مثلا في الزراعات، هناك الزراعات الاستراتيجيه ايضا يجب ان يكون لنا فيها الانتاج المحلي، والدور دورنا لازم يبقى كبير في هذا الاتجاه، وده اللي احنا شفناه خلال الازمات الاخيره من خلال التوسعات في الاراضي الزراعيه في مشروع توشكا وفي مشروع مصر المستقبل مصر وفي مشروع وفي منطقه وادي الشيخ، كل دي بتزرع القمح في ظل ظروف عالميه اثرت بشكل كبير على سلاسل الامداد وتصدير القمح من روسيا واوكرانيا الى الدول الى معظم دول العالم. اذا الانتاج المحلي ده من اهم الاشياء ومن اهم النقاط اللي تحدث فيها سياده الرئيس النهارده. ايضا النقطه الثانيه اللي هو جذب الاستثمار وتسهيل الامور على الأصحاب الاستثمارات اللي بترغب في إنشاء مصانع لتوفير فرص عمل، والتكامل مع القطاع الحكومي في إنشاء المصانع الكبرى. فأعطى تعليماته بأن يكون هناك تسهيلات للمستثمرين من أجل إنشاء المصانع اللي بتنتج أيضا أو بتساهم في عملية الإنتاج داخل الدولة المصرية. الرئيس النهاردة أستاذ جميل فكرة الدمج كمان ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، الحقيقة أنا شايفة أن هي فكرة جيدة جدا من جانب أن هناك يبقى فيه دعم من جانب الحكومة واستثمار من جانب القطاع الخاص. هو بالطبع الدعم، خلي بال حضرتك ان الدوله ليها جناحين، جناح القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والاثنين مكملين من اجل التنميه الشامله داخل الدوله المصريه. فلازم يكون في هناك الدمج بينهم وبين بعض، يجب ان يكون هناك تسهيلات كبيره للقطاع الخاص من اجل العمل على التنميه ومن اجل العمل على التطوير والتحديث داخل الدوله المصريه. هم قطاعين لا يمكن انفصالهم عن بعض من اجل التنميه، وده دايما برضو اللي بيؤكد عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اجتماعاته وفي كل لقاءاته، وحتى تحدث كثيرا وقدم تسهيلات كثيره خلال المؤتمر الاقتصادي من خلال الرخصه الذهبيه، والنهارده ادى تعليماته بتسهيل هذه الامور كلها. اذا الدوله بتسعى الى دمج القطاع الخاص والعمل على تسهيل الامور مع القطاع الخاص من اجل عمليه التنميه ومن اجل مزيد من الاستثمارات داخل الدوله المصريه، وهو ده اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي. الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر لتوضيح الخبر.
أيضا الحقيقة اليوم كان هناك لفتة إنسانية من السيد الرئيس، توقف الموكب أمام سيدة الحقيقة وتحدث الرئيس مع هذه السيدة. تعالوا نشوف هذا التقرير وارجعوا لنا مرة تانية. الرئيس الإنسان، رجعنا لكم مرة تانية. ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ الخبر اللي معايا بيقول الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة الإفراج عن السلع والبضائع بالمواني المصرية. الحكومة تعلن الإفراج عن جميع السلع بالمواني لزيادة المعروض وخفض الأسعار. مع الهاتف الآن الدكتور محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لنتوقف أمام تفاصيل الخبر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، عليك وعلى السادة المشاهدين. دكتور محمد، يعني النهاردة الحقيقة السيد الرئيس وجه الحكومة بالإفراج عن السلع والبضائع، وبالتبعية الحقيقة تم الإفراج عن هذه السلع لخفض السعر الخاص بهذه السلع. الحقيقة قرار السيد الرئيس اليوم أو بأمس بالإفراج عن كثير من السلع الغذائية التي كانت مقدسة بالمواني نتيجة عدم الإفراج الجمركي لتأخر مستندات الخاصة بها، والتي أدت نقص هذه المواد إلى تقليل السلع المعروضة بالتالي ارتفاع أسعارها، كان قرار هام جدا. سيؤدي هذا القرار وتبعياته إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة بعد أن ارتفعت كثيرا في الفترة الماضية، خاصة مستخلصات الزيوت وكافة السلع التي تعتمد على استيراد السلع الأولية مثل الزيوت والنباتية وسمنة مستلزمات الإنتاج. فطبعا ده قرار جيد جدا للسيد الرئيس وتوجيه جيد جدا، نرجو أن يستمر على غرار الفترة القادمة، خاصة مع دخول الشهر الكريم وحاجة المواطنين إلى كميات أكثر من السلع الغذائية. يعني لازم برضو اتكلم يا فندم هنا عن فكرة المتابعة والمراقبة، لان انا لما بعمل الحقيقة افتح مجال ان يبقى عندي عدد كبير من السلع، يعني معنى كده ان هيحصل خفض في اسعار هذه السلع، لازم يكون في مراقبة ومتابعة لبعض التجار وبعض الجملة عشان فعلا يلتزموا بهذا القرار. هو الحقيقه لازم نعرف الاول هو كان اسباب تكدس السلع، اسباب تكدس السلع كان في محافظ البنك المركزي السابق اصدر قرار بانه لا يتم الافراج عن السلع الا بعد وجود اعتمادات مستنديه وسداد باقي ثمنها بالدولار عن طريق البنوك. هذا ادى الى تكدس الكثير من السلع. اللي حضرتك بتقوليه ده فعلا حصل بالفعل، ان السيد رئيس الوزراء الاسبوع الماضي قد وجه السيد وزير التموين إلى ضرورة أن تسير الأجهزة الرقابية الخاصة بأجهزة التموين في إعلان الأسعار وضبط إيقاع الأسعار في الأسواق. وما سيحدث الآن في الأسواق هو أن هناك كثير من التجار، خاصة مش عايز أقول التجار اللي هم، هناك تجار شرفاء كثيرين، لكن هناك تجار جشعين طبعا، جشعين في الفترة الماضية، يعني نقص السلع تم رفع الأسعار ويمكن تضاعفت أسعار كثير من السلع، خاصة السلع الغذائية، رغبة منهم في تحقيق مكسب أكبر. فقد وجه السيد رئيس الوزراء الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق، وده طبعا قرار إيجابي جدا، ولا بد من أن يكون هناك أسعار استرشادية لهذه السلع، بالتحديد السلع الهامة أو السلع الاستراتيجية أو الاستهلاكية أو الغذائية، كلهم موجهين لعملة واحدة. النهاردة مثلا عايز سعر مستشادي للزيت، لأن طبعا لو حضرتك دخلت أكثر من مكان جنب بعض هتلاقي السعر هنا مختلف عن هنا عن هنا عن هنا. بالاضافه حسب المنطقه كمان. حسب المنطقه. في كثير من السلع كمان معروضه في السوق هي يعني بتباع باضعاف ثمنها. يعني في مثلا 500% مكسب، طب ال 500% دول بيروحوا فين؟ ما هم بيروحوا للتجار الجاشعين اللي احنا بنقول عليهم، اللي هم بيستغلوا فرصه عدم وجود هذه السلع او بيعرضوها اكثر من ثمنها. واعتقد ان ده هيجيب يعني برضه مردود ايجابي، وعلى يعني على الشعب ان يتحرك دقه في اماكن الشراء، لان خاصه ان القوات المسلحه والشرطه كانوا قد قاموا بانشاء اجهزه مخصوص لعرض هذه السلع، حتى يكون هذه السلع في متناول الجميع، وان يكون هناك خط ساخن للابلاغ عن المخالفات من التجار ومن المحلات
التي تبيع هذه السلع بالجملة حتى يكون هناك توفير لهذه السلع بسعر في متناول الجميع، خاصة بعد انخفاض سعر الجنيه زي ما احنا شايفين، وأيضا علشان نزيح عن كاهل المواطنين الكثير من الأعباء. الدكتور محمد الجهري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بشكر لحضرتك يا فندم توضيح الخبر. تعالوا نطلع فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة، لكن الحقيقة الخبر الخاص بينا دلوقتي هو خاص بأمريكا، وكلنا متابعين ما يحدث الحقيقة من عواصف ثلجية في أمريكا. الخبر بيقول العاصفة الثلجية تشل الحياة في أمريكا وتحذيرات من الأسوأ. أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة إلى تعرض حياة الملايين الأمريكيين للخطر، مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء، حيث تم نتيجة إحصاء طبعا 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف وعدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق المتضررة. وتكشف الأزمة المتفاقمة في غرب نيويورك التي جعلت عاصفة ثلجية تحاصر مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. يعني عندنا الحقيقة تحذيرات كثيرة من القادم ومن العواصف الثلجية في أمريكا، والمفروض أن يكون في الحقيقة تحذيرات متنوعة هناك بجانب كل الولايات الخاصة بأمريكا. ده بيكون آخر خبر معنا النهاردة الحقيقة في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة والعالم. زي